أرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس. وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واحدة منها منخري الملك فمكثت في منخريه 400 سنة. عذبه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله به. ويصرخ النمرود من شدة الألم: لا أستطيع النوم، لا أستطيع العيش، هل من دواء؟ هل من علاج؟ هل من الموت لأستريح؟ ألا يوجد دواء؟ لا يوجد دواء للنمرود، ملك الدنيا لا يجد دواء، لا يجد من يداويه. هل هذه هي النهاية الحقيرة؟ وظل النمرود يضرب رأسه بالمرزبة طوال عمره ليتخلص من الألم حتى سقط ميتا ببعوضة. وسبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ماذا بكم؟ كيف لا تحثون الناس على الكفر بالله؟ أنتم متكاسلون. لابد أن نفسد العالم كله، لابد أن يعبد الناس الأصنام أو الشجرة أو النار، أو يعبدون الكواكب والنجوم، أو يعبدون الشمس والقمر، ولكن لا يعبدون الله. بعد أن حدثتنا يا شيخنا عن النمرود وكيف كانت نهايته، هل تحدثنا يا شيخنا عن قوم لوط وماذا فعلوا مع نبيهم؟ عاش مع قوم سدوم رغم أنهم قوم سوء، يفعلون الفواحش، يقطعون الطرق، يهاجمون القوافل، يقتل القوي الضعيف، ويسفك الملوك دماء الأبرياء، ويأتون الرجال من دون النساء، ويستحلون أموال الناس بالباطل. تريد؟ ومن أين أنت قادم؟ من أنت؟ وماذا تريد مني؟
هيا هيا يا زوجي ننصرف. هيا، يبدو أنهم قوم سوء. قوم ماذا؟ سوء؟ قوم سوء. هيا بنا إذن نسوق هذا الرجل إلى فعل السوء. هيا بنا إلى فعل السوء. انصرف عني، وإلا اتجهت لحاكم سدوم واشتكيتكم. لمن؟ لحاكم سدوم؟ لحاكم سدوم؟ إنه هو من يحرضنا على كل هذا. تعال إلى هنا، تعال تعال. زوجي زوجي، ماذا أنتم فاعلون؟ إننا غرباء، إننا غرباء عن سدوم. اتركوني اتركوني. زوجتي زوجتي، لا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني. زوجي زوجي. نحن قوم سدوم نفعل ما نريد، لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام، نشرب نمرح نفرح، حتى الآلهة تبارك أفعالنا وتأمرنا بما نفعل، إلا زوجي لوط الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر، إله عمه إبراهيم، يدعونه برب العالمين. وما رب العالمين؟ رب نوح وإبراهيم، رب كل شيء ومليكه، الخالق الرازق البارئ المصور. من خلق لك هذه الدابة؟ من سقاها وأطعمها؟ من شفاك وأطعمك؟ من رزقك وكفاك وكفلك؟ اسكت واذهب عنا، أنت ممن فتنوا بلوط وإبراهيم. لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وألا نتخلى عنه، نحارب من حاربه ونسالم من سلمه. ترى ماذا يحدث لو أنجبت السيدة هاجر ولدا لخليل الله إبراهيم؟ ستكون فرحة عارمة كبيرة ودعوة مستجابة من إبراهيم، دعاها لربه وهو مضطر. ولكن هل هذا سيحدث للسيدة سارة؟ أخشى أن يكون فرحا لنا وحزنا لها. كيف تحزن والسيدة سارة هي من زوجت السيدة هاجر لخليل الله؟ عسى أن يرزقه الله منها الذرية الصالحة. أبشروا، لقد حملت السيدة هاجر وستلد لخليل الله مولودا إن شاء الله.